السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة من متابعي قناة لايت جيمز كل الشاق الاب، جاناكم جديد بالقناة يا شباب. كثير منكم ينتظر تانك كومباني، وهي اللعبة التي روج لها بشكل سيء للأسف. انا سويت مقطع عليها وتجربة فعلية قبل تقريبا 10 أشهر من كانت بيتا في الصين، وبعدها سويت فيديو آخر ثاني وهو كيفية تسجيل عليها متجر التاب تاب. وهذا المقطع هو للتسجيل على نسخة الإيرلي أسس أو النسخة المسبقة أو البيتا المسبقة أو الأوبن بيتا اللي راح تكون متاحة للجلوبال. طبعا مو كل الناس راح تقدر تأخذها، لكن راح نحاول بهذا الفيديو نفيد البعض من اللي يقدر يأخذ هاي النسخة. خلنا نتكلم قليلا عن اللعبة وبعدها نحول ونشوفكم الطريقة اللي تقدرون تسجلون عليها يا شباب. أنا كلمت الشركة أو بالأحرى كلمت الأدمنين الرئيسيين الموجودين بسيرفر اللعبة، أدمن على سيرفر أوروبا كلمته وكذلك على سيرفر آسيا. للأسف الاثنين اللي كلمتهم عندهم عباطة، يعني حتى هم حاطين أدمنية ما يفهمون كل شيء. قلت لأني يوتيوبر عربي وأحب أكون أنه صانع محتوى للعبة، فطريقة التسجيل وياكم شلون أصير وياكم. أني كل ما قال لي ورد علي أنه أني ما أعرف كل شيء عن اللعبة، ما أدري كل شيء عن اللعبة، أني مسؤول فقط عن الديسكورد والشات مع الديسكورد. قلت له حبيبي والله اما حاطيك شيء سحب لعد. على العموم المسؤولين الرئيسيين عن المطورين ما اعرفهم من الامانه، فحاولت ابحث ما قدرت القى شيء. اللعبه تشبه وورد اوف تانك بنسبه كبيره، اي نسخه نسخه طبق الاصل منها، 15:15 جرافيك عالي عالي جدا للعبه. الان تشوفون انا عندي هاي النسخه او هذا خلينا نقول البيت اللي عندي بها سيرفر، بس السيرفر دورت كل دول العالم ما يشتغل عندي للاسف. من الدوس لكونكت او جوين يقول لك كونكشن وما يدخل الجيم، فما لقيت انه اي في بي ان فتحت على الصين على روسيا على امريكا على بريطانيا ما اشتغل وياي يا اصدقائي. لكن الشركة نزلت وبشكل رسمي انه يوم 12/8 بهذا الشهر راح تكون نسخة البيتا يا أصدقائي، 12/8، فليلحق يسجل عليها خير وبركة. حاليا 10,000 واحد مسجل عليها. البيتا حصرية على متجر واحد وهو أب جلاري مال هواوي، لهذا لازم أنت تحمل تطبيق، تكتب بالجوجل أب جلاري تحمل تطبيق تروح تسجل من عنده. الآن راح نحول للتطبيق وأشوفكم طريقة التسجيل، وأكو هدية مهمة من السجل. أوكي يا حبايب قلبي، الآن تشوفون حتى بقى تشوفوا 2:42 صباحا على مودكم. أنا دا أسجل هذا المقطع. ألعاب محجوزة مسبقا أو ألعاب خلينا نقول تسجيل المسبق، هذا المتجر قدامكم طبعا ألعاب تسجيل مسبق راح تلقون تاون كومباني. لكن شو راح تلقى تاون كومباني؟ نرجع قليلا، لازم مالتك الحساب تحول شنو؟ تحول البلد مالته الى المملكة المتحدة، تجي على الانا بعدين تروح على الاعدادات بعدين تروح على البلد او المنطقة، البلد او المنطقة تدوس عليها. انت حاط مثلا على بلدك عراق مصر سعودية، تحول الى المملكة المتحدة. بعد ما تحول تقفل تطبيق وترجع من جديد تفتحه، وراح ترجع للألعاب وتجي على ألعاب محجوزة مسبقا، راح يطلع لك أول شيء تانك كومباني. هاي اللعبة قدامكم يا شباب ومكتوب قدامكم 12/8/2022 هو الإصدار البيت المفتوح. الحجوزات 10K أي 10,000 شخص سجل عليها. الآن هاي مجموعة الصور من اللعبة مثل ما تشوفون يا شباب، جدا اللعبة راقية. يعني اللي شاف الفيديو الجيم بلاي بوقتها قبل 10 أشهر كانت مرعبة، كيف الآن النسخة اللي شغالة حاليا على الصين فقط وللصين فقط وروسيا،
حاولتها بقدر الامكان احصلها لكن للاسف ما قدرت احصلها. اللي جاي يلعبون اللعبه صينيين وروسيين حصرا، ما شفت اي يوتيوبر اجنبي اخر الا ما ندر يتكلم عن اللعبه، اما العرب فناسين هاي اللعبه كليا، وبالاحرى مهتمون العاب الموبايل بشكل كبير غير ببجي وفورت نايت وذين العاب معروفه. اذا حاولت انه القى مطور اللعبه او من تنزل اكون انا كصانع محتوى على اللعبه وعربي عن اللعبه، فقدر الامكان احاول انه من البدايه مو مثل مودرن وارشيب نتفاوض الشركه على امور مهمه. يا اصدقائي ناتي على اخر شيء بالمقطع يا حبايب قلبي اللي هو الهدايا. طبعا راح اسجل مسبقا راح يعطيك هدايا وباكجات من الاب جالري نفسه، 10 باكجات تاخذها بعد صدور اللعبة تلقاها بالحساب مالتك. شنو هي باكجات؟ ما ادري، دروع، دبابات، سكنات، فلوس، الله اعلم يا شباب. هاي طريقة التسجيل حاليا الرسمية يا شباب، وعرفتوا نبذة عن اللعبة، والصوت اذا كان مو واضح لان دا سجل من الموبايل انا يا شباب فاعذروني. اللايك والمشاركة جدا مهمة حتى الكل يستفادون من هذا المقطع. اشوفكم قادم، في امان الله.